من بغداد أرحب بمراسلينا محمد فراس وبدر الركابي، وأبدأ معك بدر. ضعنا في صورة الأجواء بعد انطلاق التعداد السكاني وأيضا بعد دخول أو تطبيق حظر التجوال الخاص بهذا اليوم. نعم محمد، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. نتواجد الآن في منطقة الغزالية، كانت لدينا جولة منذ الصباح في جميع مناطق العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة. نتواجد حاليا في جانب الكرخ كما ذكرت لك في منطقة الغزالية. التعداد بدأ بعمل الفرق عند الساعة 9 صباحا ويستمر إلى غاية منتصف الليل. هذا التعداد كما تعلم به يعني هو التعداد الأول إلكترونيا في العراق، وأيضا هو التعداد العاشر بتاريخ البلاد بعد آخر تعداد كان قبل 27 عام. الفرق تتواجد بين البيوت وداخل الأزقة تحصي الأعداد والتفصيلات المتواجدة لدى الأسر. نتحدث عن 3 استمارات تتم تسجيل فيها تفصيلات من قبل فرق التعداد السكاني للعوائل. عمل فرق التعداد هو لا يبدأ اليوم ولا ينتهي يوم غد بأيام الحظر، ولكن عمل فرق التعداد هو يبدأ من منتصف الشهر الحالي من يوم 15 أو حتى 14 ويستمر لغاية 10-12 بزيارات تتابعية للعوائل من أجل يعني ملأ الاستمارات. 3 استمارات، الاستمارة الأولى تتعلق بسجل العائلة بتفاصيل رب الأسرة أيضا الزوجة والأبناء والبنات، أيضا الاستمارة الثانية هي استمارة خصائص الأسرة وما تتعلق بتفاصيل أخرى للأسرة، وأيضا الاستمارة الثالثة تتعلق بتفاصيل البيت من أجهزة وغير ذلك. كما تعلم بأن هذا العمل هو يستمر ضمن خطة أمنية محكمة نفذت من قبل الأجهزة الأمنية واللجنة العليا المشرفة على التعداد السكاني. الحظر التجوال تم تطبيقه يعني منذ منتصف ليلة يوم أمس ولغاية الآن يسري بشكل منتظم. انتشار أمني كثيف للقوات الأمنية في مختلف مناطق العاصمة بغداد، المشمولون هم فقط المستثنات وأيضا بعض الكوادر من الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بالأجهزة الصحية وكذلك الأمنية. دعني أستثمر الوقت أكثر للحديث عن تفاصيل التعداد مع الفرق المتواجدة هنا في منطقة الغزالية، وأتحدث مع أستاذ أحمد راضي المشرف هنا في أحدى المحلات داخل منطقة الغزالية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا إذا أمكن عن التعداد اليوم، أي ساعة بدأتوا عمليات الاستمارات اليوم؟ نعم. بأي تفاصيل تنحصر وتتابعيا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد راضي مدير محل 651 لغرض التعداد. حسب توجيهات مراجعنا بدأ العمل اليوم الساعة 9 صباحا. يتكون العمل اليوم من شقين. الشق الأول هو متابعة العوائل اللي ما استكملت بياناتها بالأيام الماضية، الموظفين العسكريين المتواجدين خلال حظر التجوال، على اعتبار أنه كان لكم زيارات سابقة قبل هذا. زيارة أولى كانت وثانية احتمال بعد طرق الباب ما موجودين، فنجيهم اليوم في زيارة ثالثة أو زيارة ثانية لغرض استكمال البيانات. والشق الثاني يعني تمثل بأنه عندنا احنا الساعة 0 الساعة 12 بالليل عندنا ولادات ووفيات. الوفيات اللي يصير قبل 12 بالليل والولادات قبل 12 بالليل، الولادات تسجل. الوفيات اللي تصير قبل 12 بالليل، هاي الوفيات تحذف. زين. كل هذا العمل هو الكتروني عبر التابلت الاجهزه اللوحيه؟ عبر التاب الاجهزه اللوحيه. يصير العمل بانسيابيه، اكو عراقيل خصوصا فيما يتعلق بارسال البيانات للمركز؟ بعض الصعوبات تصير عندما تضعف الشبكه وتريد مرت الاخ تقبل الشبكة، يعني واجهتوا بعض الصعوبات؟ بعض الصعوبات موجودة. شلون تعاملتوا وياها؟ من خلال الرجوع إلى الدعم الفني الخاص بوزارة التخطيط وتوجيهنا لحل المشكلة بالصورة المناسبة. زين، شلون لقيتوا تعامل الناس وياكم؟ والله جيد جدا تعامل الناس. بعض الصعوبات تحصل، ولكن بتعاون المختار المنطقة والقوات الأمنية تجاوزنا هذه المعوقات. إن شاء الله ماكو شيء، إن شاء الله كون الناس طيبين وتعاملهم طيب ويانا ومشت الامور بصوره جيده. وعملكم راح يظل مستمر لغايه 10-12 بزيارات متكرره للعوائل؟ عندنا زياره التفاصيل، هذه التفاصيل تخص
المعلومات العامة عن السكن والوفيات اللي تحدث بعدين. قبل سنة من تاريخ 20/11 إلى 20/11/23 أكو وفيات نسجلها، وبعض الفقرات الموجودة عن تاريخ الزواج الأول وعدد الزوجات وخصائص السكن من ناحية شبكة الكهرباء وشبكة الماء والتفاصيل الأخرى. شكرا جزيلا استاذ احمد. ايضا زميلي تحدث مع احد من المواطنين حتى نعرف انطباعهم على زيارة الفرق التعداد لهم. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك حجينا؟ الله يحفظك حبيبي. سولف لنا شلون شفتوا اليوم تعامل الأجهزة التعداد وفرقهم وياهم؟ الحمد لله تعاملهم كل زين وما مقصرين ابد، واحنا وياهم همنا متعاونين وياهم، لازم نتعاون وياهم لانه هذا في شيء يفيد البلد يفيدنا من اجوز. يعني شوفون انه اكو ضروره انه لازم اليوم الكل يسجل بالتعداد والكل يتعاون. كل تعاون لازم كل يتعاون وياهم. زين شنو التفاصيل اللي اخذوها من عندكم لحد الان؟ اسم العائله، اسم الاب، هاي بس ماكشي المواليد، هاي يعني ماكشي لا اللي طلعوا اشاعات انه فلان شي فلان شي، ماكو شيء الحمد لله شكرا. اسم وهويه وهاي ودي يصير الموضوع بسلاسة؟ الحمد لله كل شيء ماخش يعني. وعشي هذه بسلاسة والحمد لله متعاونين احنا وياهم ولازم نتعاون وياهم احنا. شكرا حبيبي الله يحفظك. نعم محمد، نعم كما استمعت لهذه التفصيلات من قبل فرق التعداد السكاني بالإضافة أيضا إلى المواطنين. نتائج التعداد يا محمد الأولية ستصدر بعد 24 ساعة من الانتهاء التعداد بيوم 20 وأيضا 21، أما النتائج النهائية فتحتاج إلى وقت أكثر من ذلك، وبالتالي لغاية الآن نحن ننتظر إكمال الفرق بيومها الأول للعمل ومن ثم الانتقال إلى يوم الآخر. شكرا لك بدر الركابي على كل هذه التفاصيل. تحول إليك محمد فراس أيضا في بغداد. محمد أطلعنا أيضا على صورة الأوضاع الآن في ظل استمرار التعداد السكاني وانتشار الفرق الجوالة وأيضا في ظل حظر التجوال الخاص بهذا التعداد. نعم منذ ساعات الصباح الأولى انطلقت فرق تعداد السكان الجوالة في مناطق بغداد. أنا الآن في جانب الرصافة تحديدا في منطقة الجادرية داخل أزقة منطقة الجادرية، حيث باشرت فرق التعداد السكاني في أخذ المعلومات من المواطنين، يعني التجوال وطرق الأبواب، أخذ المعلومات الأولية، اسم المواليد، رب الأسرة، علاقة المواطن علاقة الأفراد برب الأسرة وما إلى ذلك من معلومات. تجري الأمور بسلاسة وانسيابية وسط أجواء هادئة مفروض داخلها حظر تجوال منذ الساعة الثانية عشر من مساء يوم أمس وإلى هذه اللحظة، ومستمر بانسيابية وتنظيم عالي. انتشار قطاعات الأمنية كان منذ الساعة الحادية عشرة من مساء يوم أمس، وطبق الحظر الساعة الثانية عشر، ومن ثم هو إلى الآن هو مستمر بتنظيم عالي. فرق التعداد تجولت منذ ساعة الصباح الأولى. نتحدث عن الفرقة التي نتواجد بقربها، تحدثت على أن التعداد بدأ في هذه المناطق منذ الساعة التاسعة صباحا حتى يكون هنالك استجواب من قبل المواطنين، وبالتالي العملية تسير إلى غاية الآن بانسيابية كبيرة. دعني أستغل الوقت وأستضيف مشرف محلة 913 لتعداد السكان السيد أحمد محمد. حياك الله أستاذ، نتحدث عن عملكم، عن ما قمت به منذ الساعة الأولى من صباح هذا اليوم، متى بدأتم وكيف تجري عملية التعداد وما هي الآلية المتبعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عملية التعداد هي عملية مهمة جدا. احنا صراحة عملية التعداد صارت على 4 زيارات. طبعا كانت عملية الحصر وترقيم المباني بدت من 1/9 وانتهت ب 2/11. حاليا احنا في المرحلة الثانية اللي هي عملية العد الافراد للاسر. فصراحة احنا استمرينا تقريبا من يوم 16 الى يوم 19 في عملية عد الافراد، والى الان نحن نجري في المرحلة الثالثة اللي هي في حال انه خلال هذه الفترة من يوم 16 الى يوم 19 جرت حالات الولادات والوفيات، احنا لازم نستحدث او نضيف في من خلال هذه الايام. الحمد لله والشكر احنا نلاحظ انه هذه الفترة خلالها استجابة المواطن كانت بعملية سلسة جدا وسهلة، واحنا نشكر المواطنين على هذا التعاون، وايضا نشكر القنوات الاعلامية جميعا ومن ضمنها قناة التغيير على هذه المساهمة الفعالة في عملية التعداد السكاني. الصراحة
صراحه احنا بقت عندنا حاليا زيارتان. حاليا احنا في الزياره الاولى اللي هي عمليه نقول عد الافراد، ان شاء الله بدينا حاليا بالمرحله الثانيه اللي هي عمليه حالات الولاده والوفيات خلال هاليومين اللي هي حظر التجوال. فبعدها اكو احنا عندنا زياره الاخيره هي راح تكون للسلع المعمره، تمام. فاحنا نتمنى من المواطنين ان يجاوبون على هذه المعلومات، لانه الصراحه هي معلومات مهمه جدا، الغايه من يمها هي معرفه حاله الفرد الاقتصادي، تمام. فاحنا نتمنى انه ما يلجؤون للاشاعات، واحنا حاليا قائمين بهذا العمل باتم الوجه، ونبشرهم ونقولهم احنا ترى هذه المعلومات كلها في اجهزه موثوقه وعمليه سريه تامه، ما حد يقدر يطلع عليها. يعني تمام، تريد توصل رساله للمواطن انه اي معلومه تدلى من المواطن داخل ضمن عملية الإحصاء هي معلومات سرية لا يمكن الإفشاء بها. لا يمكن الإفشاء بها أبدا. فلذلك إحنا نتمنى من مواطنينا إنه يدلون بهذه المعلومات، لأن هي عملية العد السكاني هي عملية مهمة جدا. إحنا من خلالها نقدر نرسم سياسة البلد للأجيال القادمة. فإحنا نتمنى من المواطن إنه يدلي بالمعلومات بشكل الصحيح، وإن شاء الله نكون قد هذه المسؤولية ونكون عند حسن ظنهم. منذ 27 عام عن آخر تعداد سكاني كان ورقي، اليوم نتحدث عن دخول التكنولوجيا. أنت كمعد وكمسؤول عن فرقة تعداد سكاني، شلون تشوف دخول هذه التكنولوجيا في هذه العملية ومساعدتها لكم في تنظيم عمل التعداد السكاني؟ نعم، الصراحة التكنولوجيا مهمة جدا، خصوصا في عصرنا الحالي، لأنه الصراحة التكنولوجيا هي كل شيء. احنا حاليا في ضغطة زر نقدر نوصل لأي بيت، في ضغطة زر نقدر نتصل في أي شخص، في ضغطة زر احنا نقدر نوصل للي نريده. فاحنا ان شاء الله في من خلال التكنولوجيا الحديثة هذه نقدر احنا نخزن هذه البيانات لسنين طويلة. فاحنا نبشر المواطن انه هذه العملية هي عملية جدا متطورة ما صايرة في الشرق الأوسط. احنا الحمد لله والشكر هذه الأجهزة جدا حديثة مستغلينها في أتم الوجه، واحنا حاليا هسه جاي ندلي المعلومات. عندنا خوارزميات وحدنا فقط، نعم، ما يقدر يطلع عليها أي شخص، فقط دولتنا الرشيدة. نعم. أما احنا حاليا الورقية في الأعوام السابقة الصراحة كانت هي عملية الصراحة يعني هواي إشكالات تتواجه بها، سواء في عملية الخزن أو التخزين. أما هذه لا، راح تكون في خوارزميات وبيانات محفوظة لمدى طويل جدا. واجهتم مشاكل صعوبات خلال عملية التعداد؟ الصراحة احنا بالبداية كانت تواجهنا بعض المشاكل، العالم كانت جدا متخوفة من هذه العملية. فالصراحة بعد ما الإعلام الصراحة شوية انتشر وعرفوا الغاية من هذا التعداد السكاني، الناس قامت تستجاب، والحمد لله والشكر هسه العملية سلسة جدا، والمواطنين كلهم جدا متفهمين. نعم محمد. فاحنا نتمنى انه المواطنين اللي ما ادوا المعلومات بالزيارة الاولى انه يدلونا المعلومات بزيارة ثانية. شكرا جزيلا. نعم زميلي، كما سمعت الى ما تسير فيه آلية التعداد السكاني من سلاسة وتطور ايضا من خلال زج التكنولوجيا. نعم. فيها شكرا لك محمد فراس من بغداد. اتحول الى البصرة مع مراسلنا هناك مصطفى الشمري. مرحبا بك مصطفى، اطلعنا على الاوضاع اليوم في ظل انتشار فرق الجوالة والتعداد العام للسكان. نعم، يعني منذ ساعات الصباح الأولى وبدأت خطة حظر التجوال وحتى انتشار فرق الميدانية الخاصة بالتعداد السكاني في محافظة البصرة، متوزعين على كافة مناطق البصرة في مركز المدينة والأقضية والنواحي، ما يقارب أكثر من 6000 عداد وباحث قد شاركوا في هذه العملية المهمة وانتشروا في كافة المناطق وتوزعوا على هذه المناطق، وبدأوا بعد وترقيم وإحصاء المواطنين المتواجدين في هذه المناطق. لكل باحث أو عداد يعني عليه مسؤولية 150 أسرة داخل محافظة البصرة. أكيد هذه الجهود هي مدعومة من قبل حكومة البصرة المحلية ومتابعة حثيثة من قبل هذه الحكومة المهمة التي يعني لها باع كبير تجاه موضوع يعني متابعة عملية الإحصاء والتعداد السكاني. للحديث أكثر حول تفاصيل التعداد السكاني لهذا اليوم ينضم معي الأستاذ ماهر العامري نائب المحافظ. السلام عليكم أستاذ ماهر. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وحيا الله مستمعيك الكرام. ماهر، جهود بداية منذ ساعات الصباح والكل يتابع عملية التعداد السكاني
المدنيين في محافظة البصرة. نحن نتواجد حاليا في مركز محافظة البصرة تقريبا في شارع الجزائر، ونرى إجراءات حظر التجوال وتفاصيل العد الخاص بمدينة البصرة. نتحدث عن تفاصيل عملية الإحصاء، عمليات حظر التجوال وكافة الأمور التي ربما انطلقت منها الفرق الميدانية وبمتابعة الحكومة المحلية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تفضلت، منذ ساعات الصباح الأولى وإلى الآن القوات الأمنية مشكورة ماسكة الأرض، هناك انتشار كثيف، الخطة تطبق حسب ما مرسوم لها باستثناء الحالات التي سمحت بها وزارة الداخلية، وكذلك الحالات الصحية الحرجة، الحالات التي يقدرها رجل الأمن في التعداد جاري على قدم وساق. الأخوة الباحثين منتشرين في كافة الأزقة والقصبات في المدينة، كل الأقضية والنواحي ومركز المدينة مشمول بالعملية. حسب ما التواصل مع الأخ مدير إحصاء البصرة، الآن وصلت نسبة العد والفرز ما يقارب 25%. أستاذ ما أريد أن أتحدث حول الموضوع، ربما هناك بعض المخاوف من قبل المواطنين حول الموضوع، يعني كأشخاص يقول لك أنه إحنا ما نقدر ننطي أعداد الأسر، أعداد أفراد الأسرة، وهذه التفاصيل ربما مخاوف من هنالك من غرامات أو ربما ارتفاع الضرائب. فخلنا نوضح هذه التفاصيل وهذه التفصيل المهمة للمواطن وحتى للسادة المشاهدين. نعم عزيزي الكريم، لا يوجد أي مبرر للمخاوف. العملية هي لعدد مواطني المحافظة، وبالتالي ينعكس على العراق بصورة أجمع. التعداد الغاية من عنده معرفة لكل قضاء وناحية ومركز المدينة وكل مدينة ما هو عدد السكان بها، تعرف المحافظة من المحافظات الجاذبة للسكان، العدد المخصص لها في وزارة التخطيط، يوجد فارق كبير بينها وبين الواقع، لا توجد أي قطع للراتب أو لا توجد ضرائب إضافية على المواطن الذي يدلي بالمعلومات الصحيحة. الضرائب لها قانونها خاص للنشاط التجاري، كل فرد أكيد لديه من لديه نشاط تجاري هو لديه حساب ضريبي. العوائل المشمولة بالشبكة الحماية الاجتماعية لا يوجد قطع لرواتبها، وهذا تم نفيه بتصريح من الأخ وزير العمل والشؤون الاجتماعية. من خلالكم على المواطنين أجمع الامتثال كذلك لأوامر المرجعيات الدينية والزعماء والإدلاء ببياناتهم الحقيقية خدمة للمواطن نفسه. كل من يفصح عن حقيقة الرقم والعائلة سينعكس ذلك إيجابا بتقديم الخدمات الأفضل له إن شاء الله. أستاذ ماهر، يعني متوقع أرقام، متوقع أنه البصرة قد وصلت إلى 2.5 مليون يعني مواطن في هذه المدينة، بعد الأعداد السكاني لو ارتفعت هذه الأعداد، هل من الممكن أن تزيد نسبة المحافظة بمشاركة في البرلمان، نسبة حصتها في الموازنة العامة والتفاصيل خاصة بالاقتصاد، وكون المدينة هي ربما مدينة جاذبة لكافة الأمور الاقتصادية وحتى تمثيلها السياسي؟ نعم، العدد الحقيقي سيتم معرفته يوم غدا إن شاء الله الساعة 12 ليلا بعد انتهاء عملية الفرز، العد والفرز الإلكتروني، فالنتيجة ستكون سريعة الظهور. بالتأكيد عندما يبان العدد الحقيقي للمدينة سيزيد تخصيصاتها المالية، مثل ما تعرف الموازنة الاتحادية تخصص على أساس الكثافة السكانية لكل محافظة، فبالتأكيد من يظهر العدد الحقيقي للموازنة العفو للسكان سينعكس ذلك إيجابا باتجاه تخصيصات المحافظة، وكذلك التمثيل في مجلس المحافظة. اليوم عندنا 23 عضو مجلس محافظة بواقع لكل 100,000 تمثيل عضو، و25 في مجلس النواب. أكيد من يظهر العدد الحقيقي للمحافظة سيزداد هذا التمثيل، وبدوره ينعكس إيجابا على الخدمة المقدمة للمواطن، حيث الممثل عن المحافظة يذهب باتجاه الضغط على الحكومة الاتحادية لجلب الاستحقاقات والأموال. شكرا استاذ ماهر. شكرا جزيلا. نعم زميلي، يعني تحدث السيد ماهر العامري نائب المحافظ وحول موضوع إجراءات التعداد السكاني وتفاصيل هذه العملية المهمة التي انطلقت منذ صباح اليوم، وأيضا إذا نتحدث عن عمليات حظر التجوال وفرض حظر التجوال قد انطلقت منذ يوم أمس من الساعة 12 ليلا ولغاية الآن. يعني الجميل بالموضوع هنالك التزام حقيقي والتزام واقعي، وربما هذا ما يظهر مصطفى حولك في البصرة. شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مصطفى الشمري من البصرة.